الصالون الدولي لتكنولوجيات الإعلام يعود بحلة جديدة بعد غياب طويل. ممثلو شركات وطنية وأخرى أجنبية مقيمة بالجزائر ناشطة في مجال الرقمنة تعرض جديدها في هذه الطبعة. اليوم فيه تدشين النظام السحابي الكلاود كومبيوتينغ لأديكس تكنولوجي اليوم الانطلاق نتاعو الرسمي، وهذا النظام السحابي نتاعنا هذا ان شاء الله حيوفر مواقع انترنت باقل من 1 اورو في 150 دينار في الشهر. التطبيق الاول هاوليك تاع بيبولا، هذا كيما تاع بيبولا التطبيق الاول في كرة القدم في الجزائر، فيه كلش، فيه كاع لي سكور النتائج، فيه ايضا الكلاسمون ترتيب كلش، فيه كلش هذا. مجمع اتصالات الجزائر من بين المجمعات المعول عليها لتقديم خدمة عمومية راقية في مجال الرقمنة والانترنت. نحن واعين بهذه المسؤولية ومتجندين أن نرافق كل المتعاملين، واليوم احنا في معرض مع متعاملين آخرين في هذا الميدان. الرسالة اللي حبيت نوجهها لإخواننا وأخواتنا في البيئة الرقمية أن نجاحهم هو نجاحنا. عدة وزراء دعموا الصالون دون شروط مسبقة. إدراكا لقطاعنا الوزاري لهذا الرهان الاستراتيجي، تم العمل على تهيئة جملة من الظروف رئيسية لنجاح هذا المسعى، لا سيما تلك المتعلقة بالبنية التحتية للاتصالات الإلكترونية، إضافة إلى تعميم نفاذ المواطنين لشبكة الإنترنت ذات التدفق العالي والعالي جدا على قدم المساواة عبر كل ربوع وطننا العزيز. بنظرة استشرافية واستباقية وضع السيد رئيس الجمهورية الرقمنة من ضمن أولويات برنامجه السياسي. إن جائحة كورونا ورغم كل الأضرار والخسائر المنجرة عنها على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، إلا أنها أبرزت وبشكل مباشر الدور الفعال والكبير للرقمنة في استمرارية حياتي ونشاطات العديد من المجالات. هذه الطبعة الأولى من ICT Maghreb تميزت بتنظيم صالون للشركات الناشئة، والذي سيكون تكون لنا الفرصة لزيارته، وهو دليل آخر على أهمية الشركات الناشئة اليوم في التصور الجماعي للنموذج الاقتصادي الجديد لوطننا. التظاهرة ستدوم إلى غاية 17 مارس الجاري.